السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر من قناة العيون. بداية النشرة من الدخل التي استمرت بها اليوم عملية البحث بالقرب من منطقة صيد لاسرقة عن مفقودين محتملين عقب حادث اصطدام سفينتين فجر يوم أمس. تفاصيل عملية البحث ونتائجها في ريبورتاج محمد تروزي ومحمد يداس. عمليات البحث عن المفقودين في حادث اصطدام سفينتين بسواحل الداخل استمرت اليوم، واستمر معها الحديث حول أسباب وحيثيات الحادث والذي ما زالت الروايات تتضارب حوله، خصوصا فيما يتعلق بعدد المفقودين. البحرية الملكية وفرق الإنقاذ التابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخل إضافة إلى سفن المهنيين بالقطاع البحري اشتركوا في إحدى العمليات عشية اليوم للبحث عن ناجين وانتشال ما يمكن انتشاله من السفينة الغارقة. غطاسة المتخصصون شاركوا في العملية ودخلوا حجرات السفينة الغارقة وعنابرها للبحث عن المفقودين. مشينا مع 7 ديال الصباح كنا تما، دخلنا درنا فيه لتحت كامل، قلبنا بلايص فين كينعسوا، قلبناهم مزيان تما ما لقينا حتى شي حد. الكواش ديالهم بونج مازال تما، الباسرير ديالو ما كاينش بالضبط. البلايص فين كينعسوا درناهم كاملين ما لقينا حتى شي واحد. ما كانش 12 متر بحال هكا من البشر، ما كاينش تحت الباسر المهرسة ما كايناش، صافي الكوشيطة ديال البلاصة اللي كاينين وفيها ما كاين حتى شي واحد. عملية البحث مستمرة إلى حدود ساعة ميلاد هذا التقرير، وكذا التحقيقات التي تقوم بها كافة الأجهزة المعنية لفك ملابسات الحادث الأليم الذي أثار الكثير من التساؤلات حول إجراءات السلامة والوقاية ومدى احترام القوانين المنظمة للقطاع، خصوصا فيما يتعلق بالإبلاغ عن البحارة العاملين بسفن الصيد. تخليدا لليوم العالمي للوقاية المدنية، عرفت أقاليم طنطان أسا وطاطا احتفالات بهذه المناسبة، وذلك بحضور ولاة وعمال هذه الأقاليم إضافة إلى المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والعسكرية. والهدف من هذا الاحتفال هو التعريف بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد الوقاية المدنية حرصا على حياة المواطنين. وتخليدا دائما للاحتفالات المخلدة لليوم العالمي للوقاية المدنية، وعلى غرار باقي ربوع المملكة، عرف إقليمي أسمرة وبجدور تنظيم عدة أنشطة مخلدة لهذه الذكرى للتعريف بما تلعبه الوقاية المدنية من أدوار فعالة لإنقاذ أرواح المواطنين، وذلك بحضور عاملي إقليمي أسمرة وبجدور وعدد من المنتخبين وفعاليات مدنية وعسكرية. مكافحة الحريق ونظم الإنذار والمواد والأجهزة والمعدات الوقائية فضلا توصيلا.
في موضوع آخر، وتخليدا لذكرى 38 لجلاء آخر جندي إسباني عن الأقاليم الجنوبية، نظم بإقليم إسمرا يوم أمس مهرجان خطبي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وعامل إقليم إسمرا، حيث تم التطرق خلال هذا المهرجان لأهمية هذه الذكرى وأبعادها ودلالاتها التاريخية. في المتابعة محمد الفيرس ومبارك الباز. وقفة هامة مع تاريخ الكفاح الوطني خلال هذا المهرجان الخطابي لاستحضار بطولات وامجاد ابناء اقليم سمارة ومساهمتهم الفعالة في الذود عن حياد الوطني والتمسك بالدفاع عن كل تراب المملكة. واكد المتدخلون خلال هذا المهرجان على اهمية ما تمثله هذه الذكرى من ابعاد ودلالات وطنية. وقفة أخرى ذات طابع اجتماعي خلال الاحتفال بذكرى جلاء آخر جنديين إسبانيين من الأقاليم الجنوبية، وذلك عبر توزيع بعض المساعدات والإعانات على أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بالإقليم. واليوم نهار عيد عندنا، اللي مثلا هو نهار الحرية والانعتاق من الاستعمار الإسباني، لأن هذا احنا هذه الأقاليم الجنوبية أصلا كانت تناضل وجهاد وتجاهد من أجل تحرير اللي باقي من أرض المغرب له، لأن احنا بالنسبة للمقاومين كافحوا خاضوا ياسر من الجهاد في هذه الأراضين. من خلال احتفائنا بهالذكرى كاين واحد العدد ديال الرسائل وإشارات قوية اللي تنقفوا عندها، ومنها أنه اليوم فعلا وقفنا على ما يجب عمله من أجل المزيد من التنقيب على التاريخ التاليد ديال حاضرة سمارة وهذه الربوع المجاهدة، وهو تاريخ حافل يعني بالأحداث بالوقائع بالملاحم البطولية وكذلك بالرموز والأعلام والأبطال. ووفاء لما قدمه هؤلاء من خدمات جليلة للوطن إبان مرحلة الكفاح الوطني، تم بهذه المناسبة الوطنية تكريم العديد من رجالات المقاومة من أبناء إقليم سمارة الذكرى 38 لجلاء آخر جندي إسباني من أقاليم جنوبية، تعتبر من بين المحطات الهامة في تاريخ المغرب المعاصر. في شأن الحزب، نظمت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالداخل ندوة جهوية قرب من خلالها رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالجهوية المتقدمة ودورها في تحقيق التنمية المرجوة على صعيد الجهات. تفاصيل حول هذه الندوة مع محمد تروزي ومحمد يداس. الندوة الجهوية للعضو البارز في صفوف العدالة والتنمية السيد الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب شهدت إلقاء مداخلة مفصلة له حول الجهوية المتقدمة كمفهوم ومشروع يربط بين التسيير الجهوي والتنمية المحلية. الجهوية المتقدمة ودورها في الإسراع بعجلة التنمية مع ربطها بأدوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تطرق لها ممثل الحزب الذي أكد على أهميتها كورش تتميز بطريقة تدبير تدفع نحو اللا مركزية واللا تمركز. الجهوية الموسعة ليست مجرد إجراء إداري، إنما الجهوية الموسعة هي طريقة تحول في طريقة التدبير، تحول في هندسة الدولة نحو تفويت صلاحيات لهذه الجهات، مما سيساعد في إبراز نخب جهوية جديدة، نخب اقتصادية، نخب سياسية، نخب مدنية، نخب ثقافية جديدة، وهذا سيكون له تأثير كبير على التنمية في هذه الجهات، غادي يزرع ديناميكية جديدة. ولكن أريد أن أشير إلى أنه غادي يدفع نحو عدالة فيما بين الجهات. أهمية الموضوع التكميل فإنه هو جزء من برنامجنا السنوي الخاص بسنة 2014، وطبعا هو موضوع الساعة الجهوية الموسعة مطروحة حتى يتحل هذا المشكل. أهم النقاط هي التقطيع النصوص التنظيمية الخاصة بالجهات، تفاعل الناس الموجودة في القاعة من كفاءات محلية وأطور معطلين الناس المهتمة بالشأن السياسي. شهدت الندوة بعد ذلك طرح مجموعة من الأسئلة تتعلق بالجهوية المتقدمة ومدى احترامها لخصوصيات الجهات وميزاتها خصوصا الاقتصادية.
مع حديث الدكتور المحاضر لحزب العدالة والتنمية عن تاريخ بداية الأجراء الأولى لهذا المشروع المهم. دستوريا الحكومة ملزمة بإخراج القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية، وبالتالي سنقوم إن شاء الله قبل الانتخابات الجماعية المقبلة بالأجراء الأولى للجهوية المتقدمة ببلادنا. أظن بأنها لحظة تاريخية وتحول تاريخي سيكون في طريقة تدبير التراب، في السير نحو اللا مركزية واللا تمركز، وفي فتح هذا الورش المهم. اللقاء الجهوي الذي اختار منظمه كشعار لها الجهوية الموسعة وأفاق التنمية شهد حضور مناضل الحزب إضافة إلى عدد من ساكنة الداخلة. يضمن إذا النظام الجهوي المتقدم صلاحيات واسعة للمجالس الجهوية بتفويض من المركز. نظام أقره دستور 2011 ورسم خطوطه العريضة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال إعداد مشروع تنموي مندمج خاص بهذه الأقاليم الجنوبية. عودة إلى الداخل مع عياد ساتيو محمد يداس. كسب رهان التنمية بمعناها الواسع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالأقاليم الجنوبية مشروع كبير يستلهم مبادئه الكبرى من دستور الفاتح من يوليوز لسنة 2011. مشروع تنموي مندمج يقوم على مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم لرفع تحديات التماسك الاجتماعي ولتحقيق الازدهار والإنصاف في الاستفادة من الثروة. ورش يتأسس عبر إقرار حكامة قادرة على العمل بفعالية لتحقيق تطلعات مختلف الفاعلين سواء ذوي الصفة التمثيلية أو الخواص أو الساكنة المحلية. نموذج يشكل نظام الجهوية المتقدم إطاره المؤسسي وينبني عبر الانتقال من منطق المركزية إلى تدبير يعتمد أكثر على اللامركزية واللا تمركز، هذا مع تأهيل أطر وكفاءات بشرية قادرة على تفعيل مبادئ هذا المشروع على أرض الواقع دون إغفال سيادة وسمو القانون في إطار شفاف وواضح. الحديث عن الجهوية الموسعة هو حديث عن تنافس وبين الجماعات المحلية والمركز، فاللامركزية الإدارية واللا تركيز الإداري طبعا حينما يكون على حساب المركز تكون هناك اختصاصات واضحة، اختصاصات قوية بالنسبة للجهات، حينئذ نستطيع أن نتحدث عن تنمية فعلية، ونستطيع أن نتحدث إذا وجد كادر محلي وطني يستطيع أن ينهض بالجهة مستقبلا فهذا ممكن من ناحية العملية. ويبقى السؤال المطروح هو ما هي هذه الاختصاصات التي تستطيع الجماعات المحلية فعلا أن تنتزعها من المركز، وكلما كانت قوية كان انعكاسها قويا على الساكنة المحلية بوجود طبعا ناخبين مؤهلين وكادر بشري مؤهل. المثمر هو أن نعمل الآن وأن ننزل هذه الأفكار التي تنضوي تحت هذه العناوين اللي نسمع حولها محاضرات، خاصنا نشوف شيء ملموس فعلا يكتشفه المواطن ويلاحظوا من أجل باش نعرفوا عن هذه الجهوية نقيسها، هل هي فعلا يمكن تحقق شيء، هل يمكن أن نطورها. أحيانا ليس من الصعب أن تعمل، لكن من الصعب أن تبدأ العمل. حينما نبدأ العمل وتضاح لنا الفكرة تبان العيوب، عيوب أعمالنا، ويمكن نطورها، ونتائج الجهوية الموسعة ما تبان من الآن في النظري. منحا استراتيجي إذن يرمي لجعل الأقاليم الجنوبية فضاء جيوستراتيجيا مرجعيا حاملا للسلام والاستقرار والازدهار بمجموع المنطقة الأفريقية، يسعى لإرساء توازنات اجتماعية أكثر عدالة، ويتطلع للارتقاء بالأقاليم الجنوبية لتصبح مدارا محوريا بين المغرب الكبير وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ومنفتح على تعاون جهوي مغاربي. إلى إقليم إقليميم، وفي سياق لقاءاته التواصلية التي يعقدها مع مختلف فعاليات المجتمع المدني بكافة ربوع الإقليم، عقد والجات إقليميم مسمار لقاء مع ممثل النسيج المدني بدائرة القصابي وفعاليات محلية تمثل الجماعات القروية بالقصابي وتليوين ساكا وترقا وساي الشاطئ الأبيض وأبينو والأبيار، حيث طرحت العديد من الانشغالات الأنية
وانتظاراتها المطروحة وكافة الحاجيات التي لا زال يفتقر إليها الوسط القروي. اللقاء التواصلي طرح مجموعة من التصورات الكفيلة بالإسهام في تنمية الوسط القروي بالإقليم. وضع الوزان لا بأس به، عندهم يعني إمكانيات يناقشوها، ولكن حتى المجتمع المدني وفي الشأن الاجتماعي كان المدير العام للتعاون الوطني وفي سياق زيارته الميدانية للأقاليم الجنوبية كان قد حل بإقليم طنطان. الزيارة تروم الوقوف ميدانيا على خدمات مصالح التعاون الوطني بالمنطقة وما تحقق من منجزات في هذا الإطار، فضلا عن رصد الحاجيات والانتظارات التي لا زالت تطرح على مستوى هذا القطاع الاجتماعي. زيارة في إطار زيارة التفقدية اللي كنقوموا بها الأقاليم، ولكن الزيارة اللي كنقوموا بها الأقاليم الجنوبية العزيزة عندها خصوصية، لأنها كتوفر لنا المادة اللازمة من أجل يعني تحقيق المنهجية اللي كيشتغل بها التعاون الوطني منذ التأسيس ديالو على يد المغفور له محمد الخامس سنة 1957، وهي روح الشراكة والالتقائية بين جميع المتدخلين العموميين في المجال الاجتماعي. اللي كنبغي نقولو أنا أشعر به دائما وأنا في الأقاليم الجنوبية، وهذا الشيء علاش الزيارات ديالي للأقاليم الجنوبية تفوق بكثير يعني الزيارات اللي كنقوم بها لباقي الأقاليم، لأن أجد فيها المادة مهيئة باش نحققوا المنهجية اللي كنراهنوا عليها في التعاون الوطني من أجل بلوغ الأهداف ديال الاشتغال ديالنا. في الشأن البيئي، يشكل انتشار المصالح العشوائية بعدد من أحياء مدينة طنطان من الإشكاليات العويصة التي تعاني منها ساكنة المدينة. بلدية طنطان وفي حالة للحد من تداعيات المشكل بادرت إلى اقتناء مجموعة من الآليات الميكانيكية المخصصة للنظافة ولمحاربة النقاط السوداء للنفايات بالإقليم. ريبورتاج حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. ترسانة من الشاحنات والمعدات الميكانيكية المخصصة للنظافة تجرع في تمشيط العديد من الأحياء التي تحتضن نقاط سوداء للنفايات بالمدينة. نقاط سوداء كانت ولسنوات مطار قلق الساكنة المحلية التي خاضت مجموعة من الحركات الاحتجاجية لدعوة المسؤولين للتحرك لمحاربة هذه المطارح العشوائية. الاستجابة تجسدت من خلال اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف مكنت تدخلاتها من اقتناء آليات للنظافة وتجميع المطارح العشوائية في مطرح واحدة. في إطار اتفاقية الشراكة بين وزارة الماء والبيئة وعمالة إقليم طنطان والمجلس البلدي لطنطان من أجل إعادة هيكلة المطارح العشوائية وتجميعها في مطرح واحد، تم تحويل مبلغ 7,500,000 إلى المجلس البلدي لطنطان من أجل إجراء صفقة لنقل المطارح وتجميعها في مطرح. ارتاء المجلس البلدي إلى شراء الآليات وقام بتحويل هذا الاعتماد في دورة لشراء الآليات. هذه الآليات تم اقتناؤها بموجب صفقة، والآن الآليات وصلت لطنطان والأشغال بدات يوم 17 فبراير 2014. الحمله الاولى انطلقت في 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 حي الصحراء، في حي الصحراء اللي غتنتهي في اقرب الاجال العمليه ديالها باش ينتقلوا للحي الجديد، بمعنى ان العمليه ديال النقل النفايات النقط السوداء غادي يقوموا بحملها بنقلها الى المطرح الكبير اللي غادي تنوضع فيه هذه النفايات، وبعد ذلك غادي يكون المجلس البلدي ربح هاد الشاحنات اللي غادي الشاحنات اضافه الى الشارجورات اللي تراكتور بيل اللي غادي يكونوا داخل في السومي كونسيستونس ديالو داخل في البارك ديالو باش غادي تكون واحد الحمله اللي هي مستمره داخل مدينه طنطان. عمليه اذا ستمكن من الحد من انتشار المطارح العشوائيه والقضاء على عديد النقاط السوداء المتراميه باطراف المدينه و
والتي ظلت جاثمة ولسنوات على صدور الساكنات المحلية. سياحيا، تشهد مدينة طاطا ميلاد العديد من المشاريع التنموية في المجال السياحي والتي كان لها الأثر الإيجابي على حجم التطور بهذه المدينة. ريبورتاج محمد مصطفى خيّة، صالح الرقيبي والمحجوب كزيزة. هي مدينة طاطا مؤخرا ومستوى التنمية الحاصل بها في قطاعات عدة، الاستثمار في المجال السياحي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، فقدم للمنطقة عديد أبنائها القادمين من مناطق أخرى للاستثمار في هذا المجال، فكان الهدف هو تشييد بنى تحتية تلائم السياح الأجانب وتجعل من طاطا واجهة سياحية متميزة. الحمد لله، يعني بغينا نبرزوا الامكانيات ديالنا كون شباب ديال طاطا، بان ما تبقاش طاطا داك يعني ديك الاقليم اللي هو ديما بعيد، الناس ما كتوصلوش او ملي كتوصلوا الناس ما كيلقاوش يعني مرافق، ما كيلقاوش بحال دابا كيف شفتي لي بيسين، يعني الناس كتجي هنايا على اساس جايه للصحراء او بلاد بعيده. هذا الاساس يعني احنا بغينا نخدموا به، لا يعني النطاطات تبدلات الحمد لله، كاين مرافق سياحيه كيف كتشوفوا عندنا، كاين بلاص يعني كنهضروا على السياحه الداخليه والخارجيه في نفس الوقت. وان كان الهدف من عمليات الاستثمار هاته هو استقطاب اكبر عدد من السياح، فهؤلاء يجدون في مدينه طاطا ونواحيها متنفسا وقطبا سياحيا وطنيا هاما يزورونه سنويا ويقضون به اياما لا تكاد تنسى. que nous venons passer une partie de l'hiver au Maroc. On vient surtout pour le climat, parce que chez nous, on a beaucoup d'eau. Et ici, c'est vraiment le soleil, mais à profusion. Et en plus, comme à Tata, maintenant, depuis plusieurs années, nous avons trouvé énormément de gens qui sont très sympathiques. Hein? Le commerce, les petits commerçants sont vraiment... Mais tous, on ne peut pas trouver mieux, ils sont agréables. Nous venons régulièrement à Tata depuis plusieurs années, pour plusieurs raisons. D'abord, le soleil, il n'y a qu'ici qu'on trouve comme ça. Les gens sympathiques, les commerçants, tout se passe bien. Et donc, Inch'Allah, l'année prochaine, on est encore ici. Et le plus longtemps possible. على الصعيد الوطني، تبرز طاطا كواجهة سياحية متميزة تتوفر بها البنى التحتية الملائمة وكذا المناظر الطبيعية الخلابة. نبقى دائما بطاطا، حيث نظم مهرجان للحناء وذلك تحت شعار شجرة الحناء أداة للتنمية المحلية والترويج الثقافي الوطني. المهرجان المنظم بدوار السميرة ببلدية فمزقيد بإقليم طاطا يعتبر تظاهرة نظمتها جمعية باب الخضير وشركاء آخرين بهدف تسليط الضوء على أهمية نبتة الحناء. حافظ محضار وخالد تركزي. مجموعة من الأروقة توزعت على فضاء هذا المعرض تختزل الأشواط التي قطعت التنظيمات التعاونية المحلية في مجال تثمين منتوج الحناء الذي تشتهر به المنطقة. تظاهرة في نسختها الثانية يسعى القائمون عليها إلى إبراز الأدوار التي تتطلع بها هذه الشجرة التي يعول عليها كمورد أساسي لعيش ساكنة المنطقة. تعتبر شجرة الحناء هي المورد الأساسي لعيش الساكنة، لكن هذه الشجرة يجب أن تنال مكانها كما حصلت عليه باقي المنتجات كزيت الأرغان والصبار ويعني مجموعة والكرموس الهندي. فشجرة الحناء هي كذلك أداة للتنمية المستدامة، ونحن نعلم أن دول أخرى وصلت في تصنيع الحناء لمراتب متقدمة جدا، منها استخراج زيت الحناء، شامبوان الحناء، ثم صابون الحناء. هذا هو الهدف ديالنا، هو أن نحاول المنتج ديال الحناء من الاستهلاك الطبيعي إلى الاستهلاك يعني الصناعي. برنامج هذه التظاهرة التي تستقطب جمهورا كبيرا اشتمل على فقرات من الموروث الثقافي المحلي بما في ذلك عروض الفروسية التقليدية وكذا لوحات فولكلورية من التراث الشعبي للمنطقة. من جهة مدينة فاس باش نحضر هذا المهرجان الثقافي اللي كتزخر به لهذه المنطقة هذه، وكنتمنى لها التظاهرات تنجح والناس يبقاو يجيو لهذه المدينة هذه. فقرات المهرجان المتنوعة والمختلفة من قراءات شعرية
وندوات وأوراش فكرية تدل فعلا أن هيئات المجتمع المدني بهذا الإقليم تحمل هما ثقافيا، خصوصا أن الساكنة من هذا النوع هي متعطشة لهذا النوع من الفن. تظاهرة سنوية إذن تسلط الضوء على موروث طبيعي يعد مرتكز الدينامية الاقتصادية بهذه البلدة القروية، وتصون ذاكرة ثقافية تعيد بإشعاع سياحي تراهن عليه المنطقة. تربويا، تم مؤخرا بأسا تنظيم أيام ثقافية وتربوية بأحدى المؤسسات التعليمية، وذلك من أجل ترسيخ روح الثقافة والتنشيط بمختلف المؤسسات التربوية بالإقليم. حافظ محضار ومحمود الطويف معهما المزيد. الأسبوع الثقافي بإحدى المؤسسات التعليمية بأسا شكل فرصة لعدد من الشباب لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إقامة معرض تراثي ضم العديد من الأدوات التقليدية المحلية. تأتي هذه التظاهرة في إطار على خلفية الأنشطة الثقافية والأيام الإشعاعية التي نظمتها الأندية التربوية وأيضا تلامذة عقبة بن نافع بالمؤسسة، ونحن الآن في نشاط اختتام هذه الأيام الإشعاعية. أروقة متنوعة لامست ما هو تراثي تاريخي وثقافي، بالإضافة إلى تقديم فقرات غنائية متنوعة قدمها هؤلاء التلاميذ خلال هذه التظاهرة الثقافية. مثل هالأيام الإشعاعية اللي بدورها كتخلي التلميذ على أنه يمرق من ذاك الإنغلاق وكيوصل لواحد المستوى ديال قدرته على أنه يكون إطار تربوي فعال ويسير هذا المجتمع اللي هو مجتمع صراحة أنتج العديد من العطاءات. وكيف ما شفتوا اليوم هذه الايام الاشعاعيه ساهمت بالعديد من الفقرات، حث التلميذ على تراثه وفتحي على مجموعه من المجالات ومجموعه من الثقافات المتنوعه من التراث الامازيغ والتراث الصحراوي. وكذلك تم في هذه الايام الاشعاعيه ضم مجموعه من الاروقه من رواق الكتاب ورواق الربيع العربي. هذه الايام الاشعاعيه الثقافيه تأتي من أجل تشجيع الشباب على معرفة التراث المحلي بمختلف مميزاته وخصائصه. الربورتاج كان لحجب تامك ومحمود أطويف. في شأن الرياضي، حط لحاق المسيرة الخضراء الدولية الرحالة صباح اليوم في مرحلته الثالثة بمدينة بوجدور انطلاقا من قرية الصيادين تارومة. المرحلة عرفت انهاء سيطرة دراجين المنتخب الوطني، حيث تمكن التركي إسكيف ألكسندر إسكيف من اعتلاء هرم هذه المرحلة. وتفاصيل في ربورتاج أحمد هبان، مختار خيا وعلي الكبش. هي آخر الاستعدادات وآخر الرتوشات قبل بداية رحلة المرحلة الثالثة من لحاق المسيرة الخضراء الدولي في نسختها الرابعة. الدراجون على أهبة الاستعداد وعلى دراجاتهم يضعون آخر اللمسات، والوجهة ستكون صوب مدينة بوجدورة على مسافة 140 كيلومترا انطلاقا من قرية الصيادين تارومة. Because it's windy and very flat, and maybe it's coming one or two guys in the front and after the group, you know. الانطلاقة كانت في حدود الساعة 8 صباحا، حيث ظلت الكوكب مجتمع منذ البداية مع تسجيل بعض حالات الانسلال الفردية لدراجي المنتخب التركي والمغربية، لكنها سرعان ما باءت بالفشل بفضل قوة الرياح والتي ساعدت على الرفع من سرعة الدراجين، حيث وصل معدل السرعة ل 54 كيلومترا في الساعة، لتكون السرعة النهائية هي الفيصل بين دراجي كوكبة المقدمة، حيث تربع تركي أليكسيف ألكسندر أليكسيف على عرش المرحلة بتوقيت ساعتين و35 دقيقة و19 ثانية، تاركا ثاني المراكز لدييغو بافليكو من المنتخب الإيطالي ومواطن ترابطون أندريا حل ثالثا. رياح لم تكن يعني صالحة للفريق الوطني، حيث أنه منذ البداية والفريق الوطني
كيعمل المستحيل باش يعمل تسكير على جانب حافة الطريق باش يمكن لي يهرب. ولكن لاحظت اليوم تعاون ثلاثة الفرق اللي هي الفريق الإيطالي والفريق الهولندي والفريق التركي، ثلاثة الفرق قوية كانت كلها بالمرصاد لجميع محاولات المغاربة. ختام مرحلة اليوم الثالث عرف توشيح الفائزين بالميداليات وكذا تكريم مجموعة من الفعاليات الرياضية على أن تكون المرحلة الرابعة بمدينة الداخلة في مدار مغلق. إذن رياح المرحلة الثالثة لطواف الصحراء ومسيرة خضراء في نسختها الرابعة جرت بما لا يشتهيه دراجو المنتخب الوطني المغربي بعد سيطرتهم على اللحاق في مرحلتها الأولى والثانية، لكن المرحلة الثالثة كانت من نصيب دراج من المنتخب التركي. من مدينة بوجدور لكم تحيات أحمد أبان وعلي الكبش مختار خيا وخالد الفايق لقناة العيون. رياضيا دائما وبرسم منافسات الدورة الخامسة للقسم الممتاز شطر الجنوب، استضاف فريق وداد السمارة لكرة اليد فريق الكوكب المراكشي بالقاعة المغطاة بمدينة السمارة. قمة هذه الدورة والتي جمعت بين متصدر الترتيب الكوكب المراكشي ومطارده المباشر فريق وداد السمارة شهدت حضورا جماهيريا غفيرا ساند الفريق طيلة أطوار اللقاء الذي انتهى بفوز مستحق لفريق وداد السمارة بنتيجة 21-20. فاطمة الزهرة الفحصي ومبارك الباز. منتشيا بسلسلة من النتائج الإيجابية بانتصارات متتالية داخل وخارج الميدان، استقبل فريق وداد السمارة على أرضه وأمام جماهيره متصدر ترتيب فريق الكوكب المراكشي مواجهة وصفت بقمة الدورة الخامسة لما حملته من عناوين الإثارة الندية والتشويق، وحشدت إليها جماهير غفيرة غادت مدرجات القاعة المغطاة. النصف الأول للمواجهة عكس قوة وندية الفريقين الذين قدما من خلاله عرضا طيبا انتهى بتسعة أهداف لكل فريق. النصف الثاني ونظرا للأهمية المعنوية التي يشكلها الفوز في هذا اللقاء لفريق وداد السمارة ضد المتصدر الكوكب المراكشي، نازل أبناء المدرب عبد الرحيم الغريسي بكل ثقلهم الهجومي على مرمى المراكشيين معتمدين على الهداف المتألق رشيد الحمد الذي مكن فريقه من التقدم في النتيجة بفارق 4 أهداف. تألق رشيد الحمد وازاه تألق الحارس جواد الهندوز الذي تمكن من صد مجموعة من الهجمات المراكشية الطامحة إلى تعديل النتيجة. الروح الجماعية لفريق وداد السمارة والتشجيعات الكبيرة من طرف الجماهير الحاضرة ساندت الفريق لإنهاء اللقاء بفوز ثمين ومهم بحصة 21-20. هنا وصلنا بهذا الفوز الثاني على التوالي على نفس الفريق اللي هو الكوكب المراكشي اللي كان عازم هذا المقابلة أنه يخرج بنتيجة إيجابية. تحنا كنا استعدين بما فيه الكفاية رغم أن التصرع اللي طال اللاعبين في الشوط الأول وإهدار الفرص، نفس الشيء بالنسبة للشوط الثاني، إلا أن في آخر المطاف ديال الشوط الثاني كان الجمهور ساندنا بقوة بقوة وكنشكر كثير على هذا المساندة. هنيئا لوداد السمارة بالانتصار. تانيين وداد السمارة جرى تجربة بداية السنة في البطولة الإفريقية واللاعبين ديالو تمرسوا وخداو تجربة كبيرة اللي غادي تنفعهم في البطولة هاد السنة. ضيعوا اللاعبين ديالنا كرات فاسو بوت، وهذا هو اللي جعلنا باش يكون الفرق متقارب. أهيب بالجماهير المحلية مساندتنا في كل المباريات التي تعتبر صعبة للغاية، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بمختلف اللقاءات. وتبقى المساندة الجماهيرية الكبيرة لفريق وداد السمارة في باقي المباريات مهمة وضرورية نظرا للنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق التي مكنته من احتلال المركز الثاني ب9 نقاط مع مباراتين مؤجلتين، وسيستقبل الأسبوع المقبل فريق اتحاد النواصر بملعبه بمدينة السمارة. مزيدا من التألق نتمناه لفريق وداد السمارة لكرة اليد. والآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بقراءة في الصحف الوطنية صدر يوم غد الاثنين مع سلك رحال.
أخبار اليوم المغربية كتبت في عددها الصادر يوم غد الاثنين بأن غالبية المواطنين الجزائريين ضد ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو الذي يعاني منذ مدة من مرض عضال غيبه لأشهر عن تسيير شؤون الجزائر. وكشفت أخبار اليوم المغربية بأن المواطنين أظهروا غضبهم من إعلان ترشح بوتفليقة لولاية الرابعة في مظاهرات شهدتها مجموعة من المدن الجزائرية، وهي التظاهرات التي قوبلت بقمع من قبل عناصر الأمن الجزائري. أما يومية صحيفة الناس فكتبت في عددها الصادر يوم غد الاثنين عن مواصلة الجزائر التعتيم عن الأوضاع داخل مخيمات تندوف. وكشفت اليومية بأن الجزائر منعت مجددا بعثة أوروبية من زيارة تندوف. وكشفت صحيفة الناس التي أوردت الخبر في صفحتها الأولى بأن ما قدمت عليه الجزائر يدخل في إطار التعتيم الإعلامي وإخفاء الحقيقة عن العالم. يومية الاتحاد الاشتراكي تحدثت في عددها الصادر يوم غد الاثنين عن فاجعة اصطدام باخرة صيد عملاقة بمركب للصيد بالداخل. وكتبت اليومية تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 18 بحارا من أصل 35 تم تسجيل وفاة بحارين اثنين، فيما زال 15 بحارا في عداد المفقودين. وذكرت الاتحاد الاشتراكي بأن فريق الإنقاذ التابع لوزارة الصيد لعب دورا مهما في عمليات الإنقاذ إلى جانب بواخر الصيد الصغيرة. ونختم النشرة بورقة تحول الطقس المرتقبة ليوم غد الاثنين. ارتقب أنتهما سحب منخفضة خلال الصباح غرب الأقاليم الجنوبية خصوصا قرب السواحل، فيما ستظل السماء مشمسة مع احتمال هبوب رياح رملية محليا داخل هذه المناطق. الرياح ستهب معتدلة إلى منتظمة نوعا ما من القطاع الشمالي. فيما يخص درجات الحرارة ستتراوح الدنيا ما بين 12 درجة بكلتا الزمور و 16 درجة بكل من أسا الكويرة وطاطا، بينما ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 31 درجة بأسا و 17 درجة بطنطان و سيدي إفني. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر هائجا ما بين كافجير وطرفاية وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب. شروق الشمس بالعيون سيكون بحول الله على الساعة 7:27 وغروب على الساعة 8 مساء على الساعة 6:50. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة ستصل إلى 17 درجة بالرباط، 34 درجة بنواكشوط، 35 درجة بباماكو، 31 درجة بنواذيبو، 26 درجة بزويرات، 30 درجة بأطار، 28 درجة بكل من الرابوني وتندوف. نهاية هذه النشرة، ونذكركم في نهايتها أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية، يمكن متابعتها على موقعنا على الانترنت snrt.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية focus.com. ويمكنكم أيضا متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. وغدا على الساعة 4:15 تلتقون مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. شكرا لكم على حسن المتابعة وبداية أسبوع موفقة.